Narciso! اهلا اهلا اهلا. الحمد لله على السلامة. كفارة صاحبتي نعيمة كانت معايا في الحجز. اهلا اهلا ست نعيمة. اخويا زيزو ربنا ما يحرمكوش من بعض. اتفضلي اوصلك. تعالي تعالي ما تخافيش. ده انت نعيمة بصحيح. استنى عندك. وده ايه ده؟ باين عليه قريبها. راح فين يا نعيم؟ خطوة. انت ايه؟ اتفضلوا بمصالكم. لا متشكرين، احنا مش عاوزين نوصل، كفاية انت وصلت. قصدك ايه يا اخ؟ قصدي احنا بنتحبس علشان قضية نشل، مخدرات، اكل، لكن عمرنا ما بنعرف البليبار. يلا بقى من غير ما ترد. انت قليل الادب. يلا بقى يا ادب. يلا بقى يا ادب. يلا بقى يا ادب. اوعى. انت بتضرب النعمة يا كافر. يلا طب بشرفي. بشرفي. يلا 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 يا 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 مجرم. وانت ايه حكايتك؟ تطلعي من حفرة تنزلي في ضحضرة؟ انا عارفة بقى. قدامي قدامي. يا سلام على الحرية. الحرية حلوة يا عاطف. ده انا كنت حموت في يومين الحبس دول. ربنا يتوب عليك وما تشوفش الحبس ده ابدا. خلاص بقى هتحبس في الوظيفة كفاية. يعني خلاص يا عطوة هيعينوك الجمعة الجاية؟ امر لله، ولو ان الاعمال الحرة مكسبها اكتر. ما تثبت لك على مبدأ امار. انا عاوز اشوفك في وظيفة افتخر بيها. انت فاكرانا هتعين وزير؟ حيا الله شغلانة والسلام. هينما بالحلال. مش دايما. مش دايما؟ يعني ايه؟ انت ما سمعتش عن الهبش والغبر والاختلاسات والرشوة؟ وانت مالك ومال النوايب دي؟ انت هترسم على قطع عيشك من دلوقتي؟ انا عايزك تبقى موظف كويس. اوعى تمد ايدك تاخد رشوة، سامعني؟ حاضر. واوعى تزوغ من الشغل زي موظفين اليومين دول. حاضر. ولا تشكت ولا تنطر في خلق الله اللي جايين لك يقضوا مصالحهم. حاضر. واوعى تمد. ما كفاية بقى، احنا في جامع. فكرتني بالجامع. لما ربنا يوفقك وتتعين لازم نزور السيدة زينة. ان شاء الله. ده انا نادرة لها دستة شمع. هستناك عند الجامع لما تيجي تبشرت وتخش تولع الشمع وتقرا الفاتحة بنفسك. طيب. ايه ده؟ انت كلت السوداني كله؟